السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله راكم بخير. هذا الفيديو الاخير لهذا اليوم الاخير، غدا ان شاء الله ماده الادب العربي هي الماده الاولى. اطلب من الاخوه الافاضل انهم ما يخافوش، لان ان شاء الله هذا الامتحان راح يكون امتحان عادي بسيط في المتناول، في حاجه من الحوايج اكيد قريتها، بمعنى ان شاء الله راح يكون فيها خير كبير باذن الله تعالى. غدوه ان شاء الله اول شيء راح تدخل قاعة الامتحان، مش راح تبدا تقرا في النص، لازم تقرا جميع اسئله النص كومبلي من ال زد، تقرا جميع اسئله النص تاع الموضوع الاول وجميع اسئله النص تاع الموضوع الثاني، وتشوف وش هي الاسئله المعقده اللي ما تعرفهاش، والله ما فاتش عليك منه فات، والله ما سمعتش بها، ولا كذا، حاول تتجنبها باش تروح للموضوع اللي فيه اكثر عدد من الاسئله اللي تقدر تحلها. الحاجه الثانيه والمهمه جدا اللي لازم تسمعني فيها مليح، انك تبدا بالبناء اللغوي. اذا كنت ادبي هك تشوف تقويم نقدي باش تحدد النص تاعك شو هو، وتبدا بالبناء اللغوي. روح قلت لكم تبدا بالبناء اللغوي، ما تبداش بالبناء الفكري. علاش؟ باش تكون، لانك تدخل مضغوط ومقلق وتعبان شويه نفسيا، وكي تدخل مقلق وتعبان ما تكونش عندك القدره باه تركز مليح، وبالتالي راح توقع في احد المشكلين، يا اما ما تفهمش النص اطلاقا، يا اما تفهم النص بطريقه اخرى، او ما تفهمش النص المعنى الحقيقي للنص. واذا فهم، واذا وقعت في وهم الفهم، يعني انك اعتقدت باللي راك فهمت وانت ما فهمتش، يعني المشكله خطيره جدا هنا، وراح تجاوب اجوبه كامل على خطا. وبالتالي انا انصح دائما اننا نبداو بالبناء الفكري، اللغوي عفوا وليس الفكري. نبداو بالبناء اللغوي، نحلوه نكملوه، ومن بعد لما تهدأ الجوارح تاعنا ونرتاح نفسيا نروحوا للبناء الفكري عادي. حاول تنظم الورقه تاعك، حاول تجاوب في ورقه المسوده، حاول تدير بعض الملاحظات في الورقه تاع السوجي، بعض الملاحظات، هذه نزعه، هذه عاطفه، هذه قيمه، هذا نمط. وذكر تلاميذي الاعزاء، كل تلاميذي اللي قرأوا عندي في باتنا، في بليدة، في قلمة، في قسنطينة، وكل تلاميذي اللي تبعوني في اليوتيوب، دائما شوفوا في فيديوهات اللي تاع المنهجية، كيفاش كنا نحلوا في لي سوجي، دراسة النمط كيفاش تكون، نمط التعليل، المؤشرات، دراسة النزعة كيفاش تكون، النزعة الثورية حيث وظف الشاعر ألفاظ تحرورية ودعا إلى الثورة في قوله وقوله، النزعة الإنسانية، دراسة العاطفة كما علمتكم، حيث أظهر الشاعر حبه وشوقه وحنينه الى وطنه في قوله. لازم هذه الطريقه، لازم دراسه النزعه، دراسه العاطفه، دراسه القيمه، دراسه النمط. وذكر دائما دراسه صوره بيانيه، لازم تجبد الصوره بيانيه قبل تحطها، تكتب عنوان دراسه صوره بيانيه، نوعها، شرحها، بلاغتها، عناوين، عناوين لازم تكون منظمه ومرتبه. اضافه الى هذا دير لي دراسه الحقل الدلالي، عنوان دراسه الحقل الدلالي، دراسه الاسلوب البلاغي، جيب الجملة، الأسلوب، نوعه، صيغته، أثره البلاغي. دائما تنظم واعتمد على الجداول، جدول، يلا جدول في صورة بيانية، جدول في كذا، يعني كل هذه الأشياء لازم تكون منظمة ومرتبة لأبعد حدود. حاول تبدأ بالأسئلة السهلة، تحطهم في ورقة مسودة، كي تكمل السوجي تاعك راك تعاود من بعد ترتبهم. ما تبداش بالأسئلة الصعبة والمعقدة، ما تبداش بالأسئلة اللي حسيت فيها غموض، ما تبداش بالأسئلة اللي حسيت روحك ماكش لاقي روحك فيها. ابدا بالاسئله السهله البسيطه الواضحه اللي موالف تشوفها اللي عاقب عليك. حاول تروح للسوجي سواء شعر ولا نثر اللي تحس باللي فيه اكثر عدد من الاسئله السهلين ولا اللي تعرفهم، مثلا عندك 6 في النثر وعندك 9 في الشعر، نروح للشعر ما نروحش للنثر. عندك 9 في النثر و6 في الشعر، نروح للنثر، يعني عدد الاسئله اللي نقدر نجاوب عليها. حاجه اخرى مهمه جدا، ما تكونش عنيد، ما تكونش عنيد، خاصه اقصد هنا جماعه اللي قراوا عندي، قراوا عند استاذ حيقون، و يعني يعجبهم الاسلوب تاع الاستاذ حيقون، اللي عندهم انهم يولوا يعرفوا يقراوا الشعر مليح، وبالتالي يحدث لهم نوع من الميول الى الشعر، وتلقاهم دي سيدي باه يروح يدير شعر. حذاري، انا نصحت هذه النصيحه ونزيد نعاودها، حذاري تروح بالشعر وحده، وحذاري تروح بالنثر وحده، روح بين في اثنين، شعر والنثر، وتوكل على الله تعالى. كي تدخل ثم راك تعرف، لو كان يجيك نثر مليح وبسيط وسهل راك تقدر تجي في حتى 19 ولا 20، وكذلك الحال بالنسبة للشعر. بالنسبة للتقويم النقدي الأدبيين واللغات، تجاوبوا على شكل الأسئلة تماما، يعني كما راهي أسئلة، دير مقدمة خفيفة، مثلا نعطيك مقدمة في عصر الضعف، مثلا يعتبر عصر الضعف من أكثر العصور الأدبية انحطاطا من ناحية انحصار الألوان الأدبية، ومن بينها مثلا المديح والزهد، والله ونطرح السؤال التالي، عصر النهضة يعتبر العصر الحديث من أكثر العصور الأدبية تطورا من ناحية تنوع الألوان الأدبية والأجناس والمدارس، ومن بينها الشعر السياسي ولا الرومانسي كذا، ونطرح سؤال تاني. هذو زوج مقدمات الصندار، واحدة تصبح في عصر الضعف، واحدة تصبح في عصر النهضة. خاوتي ننصحكم نصيحة،
الجواب في أجوبة بناء الفكري راح يكون على شكل فقرات أو رؤوس أقلام أو حسب المطلوب. إذا كانت عبارة عن رؤوس أقلام وخصائص يجب أن تشرح الخصائص، الخصائص يجب أن تشرح، ما لازمش تخليها هكذاك، وتمثل الرواد على شكل رؤوس أقلام، التعريفات على شكل عناوين وغير ذلك. خاوتي نتمنى لكم كل التوفيق والسداد. المهم عاودوا أرجعوا للسجيات، عاودوا نذكر من جديد، عاودوا أرجعوا للسجيات كيفاش حليناهم. ما تديرش ما تشوفش المعلومة، شوف كيفاه وظفنا المعلومة، دراسة النزعة، دراسة العاطفة، دراسة القيمة. أتمنى لكم كل التوفيق والخير والسداد، وأرجو أن ألقاكم في خير وعافية وستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.